الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، لم يكن العرب يوما من الأيام أعزة قبل هذا الدين العظيم، بل كانوا متنازعين متصارعين على أتفه الأمور. أخلاقهم، وإن بدا فيهم شيء من الشجاعة والكرم، إلا أن الغالب العام من الأخلاق سيء، ففيهم عنصرية واضطهاد، وفيهم إساءة للجوار، يحتقرون الأسود من الناس أو صاحب العيون الصغيرة، حتى إنهم كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: على عادة الخلق لا دينا يدان الله عز وجل به، قال: انظر في أعين الأنصار
فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني صغر أو لون أزرق، وكان عند العرب غير مرغوب فيه. الأسود محتقر لا قيمة له، العبد الضعيف لا قيمة له، المرأة محتقرة مهانة توءت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أخلاق سيئة جدا. فجاء الإسلام ليعدل ويصلح هذه الأخلاق. بسبب هذه الأخلاق السيئة كانوا في آخر القافلة، لم يحكموا يوما أنفسهم، كانوا محكومين من قبل المناذرة والغساسنة، من قبل الروم ومن قبل الفرس، لم يكن لهم شأن ولم يكن لهم كلمة، وكانوا متفرقين أحزابا فرقا وجماعات، يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. ولو قرأتم أشعار العرب في الهجاء لقرفنا وتقززنا من هجائهم، من هجاء بعضهم بعضا بأقبح الألفاظ وأسوأها. فجاء هذا الدين ليزيل ويزيح ليس تلك الأعراض، وإنما ليزيح أصول هذه الأمراض. فلم يأتي الإسلام من أجل أن لا يسب أحد أحدا للمسبة ذاتها، ولكنه يرفع سبب هذه المسبة. فإذا ارتفع المرض، إذا زال المرض زال العرض. فإننا مهما داوينا الأعراض، مهما داوينا الصداع وتركنا سبب المرض، فإنه يعود ويعود ويعود. فجاء هذا الدين بتغيير جميع تلك الأخلاق. فقال الله عز وجل لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم نفسه بقوله: إنما بعثت لأعلمكم الصلاة الصيام الزكاة والحج، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم، وليس الأخلاق العامة بل مكارم الأخلاق، لأن هناك أخلاق عادية وإن كانت حسنة، وهناك أخلاق عالية عظيمة كالإيثار وما شابهه من خلق حسن. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم العلاجات لتلك الأمراض، فقال: لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا أسود ولا أحمر، لا فرق بين هؤلاء ولا هؤلاء إلا بالتقوى والعمل الصالح. الناس لآدم وآدم من تراب، الناس سواسية كأسنان المشط. فأصبح الذي كان يطرح في حر الصحراء لأنه عبد أسود لا قيمة له، حبشي، وتوضع الصخرة العظيمة على بطنه ويجلد، أصبح لما عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة أصبح فوق الكعبة، أصبح فوق أعظم ما تعظمه قريش قبل إسلامها، أصبح فوق الكعبة وأشراف قريش تحتها ينظرون إلى العبد الحبشي الذي كان مضطهداً مضروبا معذبا مهانا، أصبح فوقهم جميعا في أعلى شرفة عندهم وفي أعظم مكان حسيا ومعنويا.
ينادي الجميع ويقول لهم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ينادي من فوق الكعبة. ليس في قريش من هو أشرف منه نسبا، لا، لا اضطهاد في الإسلام، لا اضطهاد في الإسلام، ولا تحقير، ولا إذلال، ولا تفريق. لما قال له أبو الدرداء: يا ابن السوداء، وكم كان يقال له ولغيره: يا ابن السوداء، ويا ابن كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أمه أفضل من أمك، حتى ينزع منه تلك النعرة العصبية وتلك الحمية الباطلة، لينزع منه الكبر. فما كان من أبي الدرداء رضي الله عنه، هكذا علمهم الدين، وهكذا وحدهم وجعلهم أمة عزيزة. ما كان منه إلا أن يطرح وجهه أرضا، يضع رأسه على التراب ويقول: والله لا أرضى حتى يطأ بلال وجهي بقدمه. انظروا، ذابت الفوارق، وذابت العصبيات، وذاب الأوس والخزرج، وذهبت كل هذه النعارات، فأصبحوا يدا واحدة. فساد الدنيا بأسرها، بأخلاقهم، لا بسيوفهم، بأخلاقهم، بأعمالهم الصالحة، بأدبهم واحترامهم، بتقديرهم للخلق، بإكرامهم للضيف، بحبهم لبعضهم بعضا. وهكذا مدحهم الله عز وجل في كتابه، وهكذا أخبرهم الله عز وجل بمرض من كانوا قبلهم، وأمرهم ألا يقلدوهم، وإن كان هذا التقليد في الأمة حاصلا: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلما أصبحتم إخوانا مكن الله لكم وفتح عليكم وجعلكم سادة أعزة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في العروبة، فمن ابتغى العزة في الأمازيغية، فمن ابتغى العزة في القومية، فمن ابتغى العزة في أي جاهلية عصبية وحمية، أذله الله عز وجل. إن أردت أن تعتز فاعتز بخلقك الحسن، اعتز بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركه لنا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فرحا يريد أن يبشر أصحابه ببشرى عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسر ويفرحه أن تكون أمته، وإن كانت أخيرة، وإن كانت أخيرة في الأمم، أن تكون أولى يوم القيامة، أن تكون متقدمة على الجميع. ولذلك حتى في ذلك اليوم العصيب، عندما يخرج رسول الله، عندما يخرج الناس من قبورهم عطشا، ولها، حيرة، سكارة، ضربت الشمس رؤوسهم وأكبادهم، يبحثون عن شربة ماء، عندما يرى أمته صلى الله عليه وسلم، عندما يراهم من أثر السجود، عندما يرى
النور نور مكان الوضوء بسبب الإسباب. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. عندما يراهم هكذا يقبل عليهم، يريد أن يسقيهم صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة، من حوضه الشريف، شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، فرحة بهم. فكلما أخبره ربه بشيء أحب أن يبشر أمته به خرج فرحا، يريد أن يبشرهم بليلة عبادته فيها بعبادة 1000 شهر، ميزة وخصيصة اختص الله بها هذه الأمة، لم يعطها لغيره أو لغيرها من الأمم. ليلة تعدل عبادتها عبادة 1000 شهر، 83 سنة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر أمته بهذه الليلة، فإذا برجلين من أمته صلى الله عليه وسلم يتلاحيان، يتخاصمان، يتلاحيان في القول. إنه ليس ضربا ولا قتلا كما يحدث في بلاد المسلمين اليوم باسم الثورات وباسم غيرها، ليس قتلا، ليس دماء، إنما يتلاحيان، يتخاصمان، يرفع أحدهما صوته على الآخر. وما في هذا؟ إن فيه شيئا عظيما. هل هناك شيء أعظم من الشرك؟ الشرك أعظم ذنب، والله عز وجل يخبرنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. ولذلك يقول سنة أكبر الكبائر الشرك بالله، يبدأ به الشرك بالله. فإذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ مقارنة بين الشرك وجعل معه في الميزان ذنبا آخر، فلنعلم أن هذا الذنب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد آيس الشيطان أن يعبده المصلون في أرضكم هذه، ولكن في التحريش بينكم جعل النبي صلى الله عليه وسلم التحريش بين المسلمين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء الفتن بين المسلمين حتى يتنازعوا ويتخاصموا ويتقاتلوا مساويا للشرك بالله. قد آيس الشيطان أن يعبده المصلون في أرضكم هذه إلا في التحريش بينكم. انظروا، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم دب فيكم انتشر وشاع. دب فيكم داء الأمم الذين كانوا قبلكم أو من قبلكم، الحسد والبغضاء. ألا إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذه الخصومات، يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشرهم بأعظم ليلة يعبد الله فيها، ثم يجدهما قد تخاصما، قد تلاحيا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أصحابه قد كنتم
خرجت أو أطلعني الله على ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها، يعني بموعدها، نعرف أنها ليلة 29 أو أنها ليلة 27 أو 23، فنعبد الله في تلك الليلة وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. راحة، تعرف أنه قد غفر لك، وتعرف أنك إن رفعت يديك في تلك الليلة ودعوت استجاب الله لك. قال خرجت لأخبركم عن ليلة القدر فرأيت فلانا وفلانا قد تلاحيا تخاصما فنسيتها أو فرفعت، يعني رفع العلم بوقتها. انظر إلى خطورة هذا الأمر، انظر إلى خطورة التلاحي والتخاصم بين المسلمين. ولذلك وهو شعبان ذلك الشهر المبارك، والذي ينتظره الناس بفروض الصبر قبل رمضان، يعبدون الله فيه وفيه ليلة يحيونها باطلا، فإن إحياء ليلة النصف من شعبان باطل، ليس في ديننا، بل هو محدثة وبدعة، بسببها قد تحرم من أن تشرب شربة هنيئة من يد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لما خرج إليه الناس وأراد أن يسقيهم قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا أسبقكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، لينتهين إليه أقوام من أمتي أو منكم، حتى إذا أهويت، حتى إذا نزلت هكذا لأسقيهم اختلجوا من دوني، اختطفوا واختفوا. فأقول: أي ربي، أمتي أمتي، حنون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لأمته، يريد الخير لها، يفكر فيهم حتى مع معاصيهم وفسقهم، مع ضلالهم، مع تخبطهم، إنه أب حنون ومحب. رب أمتي أمتي، فيقول: ليس من أمتك، لا تدري ما أحدثوا، ما غيروا، ما بدلوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ليس هناك احتفال بليلة النصف من شعبان، وليست هناك صلاة الرغائب، ولا كل تلك الصلوات المبتدعة في تلك الليلة، ولكن فيها شيء عظيم، شيء عظيم، أن الله عز وجل في تلك الليلة المباركة ينظر إلى الدنيا بأسرها، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالته وعظمته سبحانه وتعالى، فينظر إلى أهل الأرض جميعا فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا لصنفين من الناس. وهنا نرى محمدا صلى الله عليه وسلم يربطنا مرة أخرى ليعلمنا، ليضع مقارنة بين شيئين قبيحين، فيغفر لأهل الأرض جميعا في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاح أو معاد أو مخاصم أو مشاح، يربط الشحناء والعداوات والخصومات بين المسلمين مع الشرك بالله مرة أخرى، ليبين لنا خطورة ذلك، لأن هذه العداوات وهذه الخصومات أدت إلى هذه الحروب التي يكفر فيها بالله، أدت إلى تلك الحروب التي يخرج فيها المسلمون من دينهم،
ويكفرون بالله عز وجل ويعبدون الطاغوت. ما سبب ذلك؟ شحناؤهم وبغضاؤهم، عداواتهم لذلك. أيها الأحبة، إن أردنا العزة، إن أردنا الخير، إن أردنا الفضل، إن أردنا التمكين، فلا بد أن نخرج كل هذه الأحقاد وكل هذه الأضغان وكل هذه العداوات، لا بد أن نخرجها من قلوبنا، وعندها يعود للمسلمين مجدهم ويعود لهم عزهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، لا بد من التفكر والتدبر في حال هذه الأمة، فنحن جزء منها، بعدنا عنها أو قربنا منها، فنحن جزء لا يتجزأ من هذه الأمة التي جعلها الله عز وجل آخر الأمم، وجعل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا لها آخر الأنبياء والمرسلين. لا بد أن نفهم جميعا أننا بشر محدود النظر، محدود التفكير، محدود القدرات. خلقنا الله عز وجل متباينين، مختلفين في طريقة تفكيرنا، في أذواقنا، في ألسنتنا، في أجناسنا وأعراقنا. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. خلقنا الله متباينين، ولو تطابقت عقولنا للبسنا جميعا نوعا واحدا من الثياب، وأكلنا نوعا واحدا من الطعام، وتزوجنا نوعا واحدا من النساء، وركبنا نوعا واحدا من السيارات. تخيلوا ماذا سيحدث في الكون، تخيلوا ماذا سيحدث في الكون. هذا الأمر فطرة فطر الله الناس عليها، كل له ذوقه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مدعوا عند خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد صنع ضبابا، طبخ الضباب، جمع ضب، وهو كالسحلية الكبيرة، كالتمساح الصغير، يعيش في الصحراء، يأكله العرب، يعمر أكثر من 200 سنة لا يشرب فيها ماء، ويقولون أن لحمه شفاء من مرض السكري وما إليه معلومات، ولكنه يشبه تلك الوزغة، يشبه تلك التي تمشي على الحائط، هذه السحلية أو الحرباء. يأكله خالد رضي الله عنه ويتلذذ بأكله، والعرب يحبونه وخاصة البدو منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل. تقول له واحدة من أمهات المؤمنين: يا رسول الله، إنه ضب، بعد أن مد يده وراد أن يأكل فهو لحم قطع لا يدري ما هو. فقالت له: يا رسول الله، إنه ضب. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه. فقال خالد: يا رسول الله، أتقول حراما أنه حرام؟ قال: لا، ولكنه ليس في أرض قومي فتجدني أعافه، أتقزز منه.
ولم يختلف ولم يغضب ولم يحزن. يأمر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أو يخبر استغفر الله يخبر عمر رضي الله عنه ويشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه في قضايا أسارى بدر، فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر هو الصديق رضي الله عنه، فينزل القرآن مؤيدا لكلام عمر رضي الله عنه. فيأتي عمر ويجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجد الصديق أبا بكر يجدهما يبكيان لأن الله أنزل الحكم المؤيد لكلام عمر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى وسارى حتى يثخن في الأرض. فماذا يفعل عمر رضي الله عنه لما خالف لما كان رأيه مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ غاضب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حال خاصمه كان له العداوة قاطعه؟ لا، حتى نزل الوحي، فنزل الوحي مؤيدا لعمر، جاء إليه وقال ألم ترى؟ أليس هذا رأي؟ أم أخبركم يا قوم؟ بكى بكى عمر رضي الله عنه قائلا أنا الذي يبكي الله في رسوله وأبا بكر؟ وأخذ رضي الله عنه هكذا تورد الإبل، هكذا تورد الإبل، هكذا يكون القوم يختلفون فلا يغضبون ولا يحزنون ولا يعادي بعضهم بعضا ولا يخاصم بعضهم بعضا. فالله عز وجل جعل في الأمر متسعا ولم يحجر علينا واسعا. لذلك أما اختلفتم في الرأي، مهما اختلفتم في بعض المسائل، مهما اختلفتم في بعض القواعد، مهما اختلفتم في بعض التنظيمات والترتيبات، لا يجعل هذا لا يفسد هذا للود بيننا قضية ولا يترك بيننا خصومة. فإنه والله فإن ذلك الذي تنازعتم عليه لهو تافه وهين إلى جانب الخصومة التي نتجت عنه. فإننا نستطيع أن نتخلى عن هذا الذي تنازعنا بسببه من أجل ألا تنزع البركة من حياتنا ومن مساجدنا ومن مؤسساتنا ومن بيوتاتنا. ليس هذا فقط في حق المسجد، بل حتى عند أهلك في بيتك، أنت وأبناؤك، أنت ونساؤك، قد تختلفون في الرأي. لا ينبغي ولا يلزم أن تكون المرأة مطابقة أن تتطابق معك في الرأي، وأن تقول بكل ما تقول به، وأن تكون مثلك تماما في كل آرائك. قد تقول أنت أخضر وتقول هي أزرق. الله خلقها هكذا وأعطاها عقلا يرى أنه أزرق، فاحترم ذلك. وحتى رأي أبنائك، حتى إذا رأى أبنائك شيئا لا تراه أنت فاحترم ذلك. لا شك أنك والد وأن أمرك واجب وأنهم ينبغي لهم أن ينصاعوا إلى أمرك، ولكن لا تحقرن آراءهم، لا تزدري رأي امرأتك ولا تزدري رأي ولدك ولا تزدري رأي أخيك لأنه أصغر منك، ولا تزدري رأي رجل لأنه أقل تعليما منك، ولا تزدري رأي أحد أبدا. فإنك لا تدري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العظماء وهم العلماء وهم السادة وهم الكبراء وهم النجباء في الحديبية، كلهم إلا الصديق رضي الله عنه يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون فعله في الصلح خطأ. وامرأة ضعيفة أم سلمة رضي الله عنها تجد لكل هؤلاء الحل. كل الصحابة بعلمهم وفهمهم وفضلهم ونسبهم وحسبهم
لم يستطيعوا أن يوجدوا الحل، حتى الصديق رضي الله عنه وأم سلمة التي هي في بيوتاتنا نحتقرها ونستخف بها ونقول هي ناقصة عقل ودين ولا علم لها، أو أمية جاهلة، أو هي تصلح للطبخ والنفخ ولا أكثر من ذلك. قالت له: يا رسول الله، وأشارت عليه بما أتمنى أن يفهمه جميع الخلق وخاصة الأئمة والدعاء الذين يدعون إلى الله ويتكلمون باسم الدين ويوقعون عن رب العالمين، فهم مصيبة هذه الأمة وقامتها. نحن المصيبة، الأئمة والخطباء والعلماء، والله نحن طامة هذه الأمة، وما انتكست الأمة إلا بسببهم. علمت أو أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتنا نفهم الدرس، أن لسان الحال أعظم من لسان المقال. نحن نستطيع الكلام كثيرا ولكن العمل. قالت: يا رسول الله، الآن دعك من لسان المقال. وقف الصديق يقول لأبي بكر: إلزم غرزة، إلزم غرزة، نصح كلام. يقول: سلام، اتقوا الله، أطيعوني. لا أحد يسمع. قالت: يا رسول الله، اذهب وانحر هديك واحلق شعرك وتحلل فإنه تابعوك. ما في كلام، ليس هناك كلام. اذهب انحر الإبل واحلق شعرك، يعني التحلل من العمرة. فأصبح أصحابه الذين كاد يقتل بعضهم بعضا ويهلكوا بسبب عصيانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أمرهم أن يتحللوا ويرجعوا كاد يقتل بعضهم بعضا على الحلاق حتى يحلقوا شعورهم ويتحللوا من عورتهم. الفعل، العمل. من التي أشارت بهذا؟ تلك المرأة الضعيفة التي بعضنا ربما إن قال زوجتي أعزكم الله وكأنها حذاء، ليست كذلك. هي أمك التي أنجبتك، وهي أختك، وهي ابنتك، وهي زوجتك، وهي شريكتك. وهذا مثال بسيط. ففعل الصحابة ذلك وقضي الأمر ونجاهم الله من تلك المعصية بمشورة تلك المرأة. لا تحقروا شيئا، لا تحقروا أحدا، لا تحقروا أبدا، فإنه والله يجعل الله عز وجل الخير الكثير في الشيء القليل والبسيط، ولكن لا تحقروا. لذلك نصيحتي لكم: حاولوا أن تخرجوا من عباءاتكم وأن تخرجوا من جلودكم، لا بد من هذا، أن نعود كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الرعيل الأول، تحاورون ويتفاهمون ويختلفون، ولا يفسد ذلك لهم للود قضية. يختلفون ويصلون تحت إمرة إمام واحد وفي مسجد واحد، يختلفون في الآراء، ويأكل بعضهم مع بعض ويزوج بعضهم بعضا. هكذا كانت حياتهم، ولذلك سادوا الدنيا بأسرها. أما نحن فليس من مسجد إلا يعادل آخر، ولا إمام إلا يعادل آخر، ولا أخ إلا يعادل آخر، ولا جمعية إلا تعادل أخرى، ولا جار إلا يعادي جاره. أسأل الله العفو والعافية. عودوا بنا إلى هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحق
واحقن دماء المسلمين في جميع بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفلسطين. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر والمغرب والجزائر. اللهم احقن دماء المسلمين في السودان واليمن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الويلات والخراب. اللهم ارفع عنهم الفتن والحروب يا رب العالمين والغلاء والبلاء. اللهم استر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ لنا أبناءنا من السوء. اللهم احفظهم من الشرور والفتن. اللهم واجعلهم هداة مهتدين. اللهم واجعلهم مطيعين لنا غير عاقين يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلى هذا الدين عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا في زوجاتنا. اللهم أصلح لنا في زوجاتنا. اللهم أصلح لنا في زوجاتنا. اللهم وأصلحنا لزوجاتنا. اللهم أصلحنا لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح إخواننا وأصلحنا لإخواننا يا رب العالمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وصلوا وسلموا وباركوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيد الأولين والآخرين. صلوا على خير ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واشملنا معهم يا رب بعفوك ومنك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 آمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.